السلام عليكم طلاب، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. اليوم راح نتحدث عن هيت ترانسفير اكسشينجر أو هيت اكسشينجر. هيت اكسشينجر هو أول مبادلات حرارية، وهو عبارة عن جهاز يعتمد على مبادئ انتقال الحرارة بالكوندكشن والكونفكشن بين المواع والأجسام الصلبة. هناك عدة تطبيقات لهيت اكسشينجر، وأكثر ما أكثر تطبيق شائع نشوفه هو بالراديتر، راديتر السيارة، راديتر المكيف. هذا أكثر تطبيق لهيت اكسشينجر نشوفه. أيضا في بعض أجهزة الكمبيوتر تلاحظون أكو شيء مشابه للفن، وإحنا الفن أخذناه في محاضرات سابقة. هذا الفن، أي فن، هو عبارة عن هيت اكسشينجر أو مبادل حرارة. الفرق بين الفن وهيت اكسشينجر أنه أنا عندي داخل البايب، بالهيت اكسشينجر عندي مجموعة من البايبات، البايبات يمر به المائع. هذا المائع ينقل حرارة أو يكتسب حرارة من الجزء الصلب أو الماتيريال المحيطة به، أوكي، ويبادلها أيضا بمائع ثاني على كونتاكت بالطرف الثاني من الجزء الصلب. أو نفرض عندي بايب، وهذا البايب ب تيوبين، البايب يمر بمائع ويمر فوق داخل الماء، أو يمر فوق الماء البايب أيضا مائع ثاني. فتبادل الحرارة بين الماء الداخل والخارجي يكون عبر جدار البايب، فهذه عملية هي عملية هيت اكسشينجر أو مبادلة حرارية. هناك عدة أنواع من الهيت اكسشينجر، اللي هو دبل بايب هيت اكسشينجر اللي هو شوفون صورته هذه. يعني شنو دبل بايب؟ يعني عندي بايب أول أو خارجي أو عريض أو كبير، ويمر بداخل البايب الثاني اللي هو أصغر منه، ويمر خلال البايبين مائعين، واحد بارد واحد حار، ويكون تبادل حرارة بين المائع. هذا النوع ينقسم إلى نوع قسمين. القسم الأول هو parallel flow، والقسم الثاني هو counter flow اللي هو العكس. parallel هو عندما يكون ما يجريان باتجاه واحد، والعكس عندما يكونان باتجاهين مختلفين. cross flow heat exchanger، cross flow heat exchanger من التطبيقات الشائعة اللي نشوفها إحنا اللي هو موجود بالراديتر والمبادلات الحرارية المختلفة. شنو cross flow heat exchanger؟ عندما يكون أحد المواع يمر بشكل عمودي على جريان المائع الثاني، فأنا عندي مائع يدخل من هذه المنطقة أو يخرج من هذه المنطقة، ويكون مائع ثاني يمر عليها بشكل عمودي. هنا تشوفون هناك فن، فشي مشابه الفن مرتبط، هذا يحتاج إلى مساحة سطحية وسائل توليد الحرارة. شيل أند تيوب هيت اكسشينجر، وهذا يقسم إلى قسمين. شيل يعني شنو؟ شيل هو معناته أي كونتينر، أي كيس يحيط بالتيوبز اللي يصير بها تبادل حرارية، وهذه التيوبز يدخل بيها مائع. عندي نوعين، عندي one shell و two tubes، هذا واحد اثنين one shell، أو two shells، هذا shell أول أو shell ثاني، وأربعة four tubes، واحد اثنين ثلاثة أربعة. لكل جهاز كل جهاز هندسي هنالك كفاءة تحسب. حتى نحسب كفاءة المبادلة الحرارة لازم نعرف ايش كيف يصير عند انتقال الحرارة من هذا المبادلة الحرارية. فحتى نحسب الحرارة المنتقلة من مبادلة الحرارة لازم نحسب لي overall heat transfer coefficient أو معامل انتقال الحرارة الكلي أو ال U. إحنا أخذناها بال heat transfer في بداية المحاضرات الأولى، وال overall heat transfer لما يصير عندي جدار مكون من مجموعة من الطبقات، فأنا نحسب له مقاومة كل واحد وأجمع مقلوب المقاومات يطلع لي overall heat transfer coefficient. راح نشوف بال heat exchanger هذي شلون ينحسب. تلاحظون مثلا كيو بالهيت اكسشينجر يساوي لنا كيو دوت يساوي لنا اتش اي دلتا تي، سبق واخذناها في المحاضرات السابقة. ولكن للهيت اكسشينجر كيو دوت يساوي لنا يو اي دلتا تي، ويو هنا تنقسم الى قسمين، يو للاوتر ويو للانر، يو اوت اي اوت دلتا تي ويو ان اي ان دلتا تي. نعم، مثل ما تعرفون اليو في الاي هو واحد على الار، أو واحد على الريزيستنس، والريزيستنس هي واحد على U في الأي، مجرد تغيير هنا الأكبر. إذن Q دوت شي يسمونه واحد على R، وأنا أعرفها من المحاضرات السابقة في الدلتا تي. Therefore Q دوت يسمونه U أي دلتا تي، وهذا سبق ذكرناها، وأيضا U أي لأوتر لإنر. Total resistance، تعرفون إحنا قلنا الهيت اكسشينجر لما نجي الخطوة اللي ورا راح نشوف هو عبارة عن تبادل حرارة بين مائع داخل ومائع خارج، أو مائعين داخلين ومائعين خارجين، وأسطح صلبة، هذا السطح الأول والسطح الثاني اللي هو يمثل البايب.
عفوا المساحة الداخلية هي AI باي دي اي ال واي اوت، هاي المساحة الداخلية للبايب الداخلي والمساحة الخارجية للبايب الخارجي. عندنا هذا اوتر تيوب ار اوتر او هذا انر تيوب. نجي لحساباتنا نشوف ار توتال هي ار انر للفلويد زائد ار وول، ار انر هذه للماء اللي هي مقاومة الماء اللي هي مقاومة تجي من انتقال الحرارة من الحمل الحراري، والار انر والار مال البايب او مال الوول، والار اوتر اللي هي مال الخارجي، والا راح تجينا ريزيستنس مال الشيل التيوب الخارجي. هذا ار توتال سوار واحد على يو اي اي زائد نعم عفوا ار فولينج ريزيستنس. هذا حقيقة اذا كان عندي شوائب مرات يعني من صار عندي هيت اكسشينجر يشتغل فترات طويلة يترسم عليه شوائب على سطح الداخل والخارج للبايبات الهيت اكسشينجر، هذه الشوائب تكون ايضا جزء من الجدار، فبالتالي راح لها مقاومة تأثر على قيمة أو معدل انتقال الحرارة. تكون قد تكون هاي الشوائب هو أملاح، قد تكون أتربة، قد تكون أجسام غريبة، وأيضا بعض الحسابات أدخلها وبعض الحسابات أهملها ناخذ من نظرة الاعتبار. فإذا نجي هسه نعوض R واحد على يو أي اللي هي R إنر واحد على يو أي 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 زائد R فاولينج إنر زائد لين اللي هي أنا هذه مقاومة الوول في السلندر، وسبق واخذناها في المحاضرة السابقة اللي هي كوندكشن. ار اوتر فلويد واحد يعني يو نو اوت اي اوت زائد ار فاولينج اوتر بالتعويض وتقسيم على بالتقسيم على المساحة على المساحة، فطلع عندي هذا هو ار فاولينج اوت ار فاولينج ان او بتعويض قيمتين مقاومتين على مساحتين. إذا فرضنا أن عندي very thin very very thin tube، وفي أغلب الأحيان يصير هالشي يعني أنا لما أستخدم heat exchanger في حجم صغير، فتكون التيوبز مالت البايبات يعني ما تحتوي على سخن أو thickness مالتها كلش قليل، فتكون واحد على واحد على h i زائد واحد على h out، إذا نشتغل بس convection فقط نهمل الكونكشن. عندنا ما يعرف بما انه الشباب اذا تلاحظون انا عندي temperature cold واحد temperature cold اثنين، هاي بالدخول هاي بالخروج، و تي هوت واحد او تي هوت ان و تي هوت اوت بالدخول وبالخروج. فمن اجي احسب الكيو، فالكيو يساوينا يو اي مثل ما تعرفنا عليه overall heat transfer coefficient مساحة سطحية دلتا تي. دلتا تي هو التغير بدرجة حرارة، بس يا درجة حرارة دلتا تي هي يعوض عنها بما يعرف اللوغاريتميك مين تمبرتشر ديفرنس ال ام تي دي، واللي يساوي لنا دلتا تي 1 ماينس دلتا تي 2 على لين دلتا تي على دلتا تي 2. دلتا تي 1 على دلتا تي 2 تي 2 شنو دلتا تي 1؟ دلتا تي 1 هي تي هوت ان ماينس تي كولد ان، تي هوت ان ماينس تي كولد ان. دلتا تي 2 تي هوت اوت ماينس تي كولد اوت، تي هوت تي هوت اوت ماينس تي كولد اوت. هذا بالنسبه للبارال هيت اكسشينجر. بالنسبه للكاونتر هيت كاونتر فلو هيت اكسشينجر يكون العمليه كالتالي، دلتا تي 1 تي هوت ان ماينس تي هوت اوت تي كولد اوت، اذا عكسيه تي هوت ان تي هوت ان هذه ماينس تي كولد اوت تي كولد اوت هذه لا تلاحظون، و دلتا تي 2 هي تي هوت اوت ماينس تي كولد ان، طبعا الهوت هو ماينس الكولد لانه حتى المدلع القيمة سالبة. نجي بيعرف الافكتفنس اللي هو نقدر نقول عليه يعطيني كفاءة الهيت اكسشينجر، واللي مثلا اكشوال هيت ترانسفير ريت على ماكسيمم بوسيبل هيت ترانسفير ريت، اكشوال هيت ترانسفير ريت على ماكسيمم بوسيبل هيت ترانسفير ريت. The actual heat transfer rate in heat exchanger can be determined from the energy balance on the hot or cold fluid and can't be expressed as following. Q dot equal is on a CC or specific heat of cold fluid T cold out minus T cold in, where is on a T hot
اللي هي آسف سي اتش اللي هي specific unit of hot fluid، واللي يمثلنا الفرق بين تي هوت ان ماينس تي هوت اوت. لأنه شباب التبادل الحراري، أنا ايش قد أكسب حرارة بالكولد باث أفقدها، الهوت باث يفقدها، فبالتالي تبادل الحرارة داخل الهيت اكسشنجر هو متساوي، فبالتالي نفس الكيو عندي. نعم. دلتا تي ماكسيموم اللي هي اتش ان ماينس اتش كولد. دلتا تي ماكسيموم لما اني الحرارة الكلية هو درجة حرارة داخله يصير مقاربة إلى درجة حرارة الماء الخارج داخله. يعني شنو، أنا أحول كل درجة حرارة أو أفقد الحرارة الكلية المطيها للهيت اكسشنجر تنتقل إلى الماء الثاني بالكوت باث. إذن كيو دوت ماكسيموم هي specific heat، أصغر specific heat smaller specific heat موجود عندي، تي هوت إن ماينس تي كولد إن. كيو ماكس كيو دوت ماكس يساوي سي مينيمم تي هوت إن ماينس تي كولد إن، و سي اس سي 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 يساوي ام دوت سي بالسي بي، سي عن سي اتش يساوي ام دوت اتش سي بي اتش. تتوقف بهذه المحاضرة لهذه النقطة هذه، والمحاضرة القادمة إن شاء الله ناخذ مجموعة من الأمثلة ونوضح ونتعرف بشكل أكثر على الهيت اكسنجر وشلون نكون نسوي حساباته. شكرا جزيلا.